أرحب بجميع السيدات والسادة مسؤولي وسائل الإعلام بكافة أنواعها، وأشكرهم بهذه المناسبة على تغطيتهم المتميزة للحدث الكبير الذي عرفته بلادنا هذا اليوم المتمثل في إجراء الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية. وبهذا الخصوص لابد من التذكير أن اقتراح هذا اليوم جرى في ظروف خاصة فرضت التدابير المتخذة في إطار الوقاية من داء كوفيد 19 وانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس الجهوية ومجالس الجماعات والمقاطعات في يوم واحد. الشيء الذي مثل تحديا حقيقيا تم ولله الحمد ربحه بكل استحقاق من طرف بلادنا بفضل تجند كافة السلطات ومصالح الدولة وانخراط الأحزاب السياسية. وفي هذا الصدد بلغت نسبة المشاركة عند إغلاق مكاتب التصويت على الساعة 7 مساء 32.36% على صعيد عمالة طنجة أصيلة و 47.1% على صعيد جهة طنجة تطوان الحسين، وهي نسبة مشرفة ومحترمة تعكس مصداقية العملية الانتخابية والانخراط الإيجابي للناخبات والناخبين في المشاركة السياسية. وللتذكير فإن عدد الناخبين على صعيد عمالة طنجة أصيلة يبلغ 430,499 ناخبا، في حين يصل على صعيد الجهة إلى 1,722,873 ناخبا. وفيما يتعلق بالنتائج المؤقتة والغير النهائية للاقتراع بالنسبة للانتخابات التشريعية فيمكن إجمالها كالتالي، مع الإشارة إلى أن هذه النتائج تبقى مؤقتة في انتظار فرز باقي مكاتب التصويت والمصادقة على النتائج النهائية من طرف لجان الإحصاء المنصوص عليها قانونا. بالنسبة للانتخابات التشريعية المحلية، من بين 23 لائحة مرشحة برسم الدائرة المحلية للتنافس على 5 مقاعد 99.56% من الأصوات في مختلف مكاتب التصويت، النتائج التالية: حزب الاتحاد الدستوري حصل على 22,368 صوتا وهو ما يخوله مقعد واحد، حزب الاستقلال حصل على 21,206 صوتا وهو ما يخوله مقعد واحد، حزب الأصالة والمعاصرة حصل على 20,085 صوتا، حزب التجمع الوطني للأحرار حصل على 19,908 صوتا وهو ما يخوله مقعدا واحدا، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حصل على 11,188 صوتا وهو ما يخوله مقعدا واحدا. بالنسبة للانتخابات على صعيد الدائرة التشريعية الجهوية، من بين 19 لائحة مرشحة برسم الدائرة التشريعية الجهوية للتنافس على 8 مقاعد مخصصة للنساء، أعطت عملية فرز 60% من الأصوات الناتجة النتائج المؤقتة والغير النهائية التالية: حزب التجمع الوطني للأحرار حصل على 99,891 صوتا وهو ما يخول له مقعدا واحدا، حزب الاستقلال حصل على 73,734 صوتا وهو ما يخول له مقعدا واحدا، حزب الأصالة والمعاصرة حصل على 64,926 صوتا وهو ما يخول له مقعدا واحدا، حزب الاتحاد الدستوري حصل على 41,563 صوتا وهو ما يحوله مقعدا واحدا، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حصل على 41,402 صوتا وهو ما يحوله مقعدا واحدا، حزب العدالة والتنمية حصل على 18,398 صوتا وهو ما يحوله مقعدا واحدا، حزب الحركة الشعبية حصل على 18,180 صوتا وهو ما يحوله مقعدا واحدا، وأخيرا حزب التقدم الاشتراكية حصل على 11,737 صوتا وهو ما يحوله مقعدا واحدا. مع التأكيد أن هذه النتائج تبقى مؤقتة في انتظار استكمال عملية الفرز. أما بالنسبة للانتخابات الجهوية والجماعية، لانتخاب أعضاء مجلس الجهة وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، فتتعين الإشارة إلى أن عملية فرز الأصوات الخاصة بها ما تزال جارية، وسيتم تقديم نتائجها الأولية بمجرد أن يتم التقدم في عملية الفرز والإحصاء. وفي الختام لابد من الإشارة فيها جميع فرق القوات العمومية العربية وعموم المواطنات والمواطنين. اشتركوا معنا في قناة طنجة 24، ضغطوا على جيم وما تنساوش تفعلوا الجرس.